السلام عليكم لي كيف معاكم رمزي راهر كيما العاده مرحبا بكم معنا في فيديو جديد بون متي درت على فيديو راكم عرفتوا على واش جاي نهضر على هذه حثاله المجتمع اللي انا بيرسونيلمون صراحه ما نعرفهاش نعرف بزاف دي مانكا مي هذه سي لا بريمير فوا اللي نتخارج معاها الوغ كو بعثوا لي لا فيديو تاع دروك شوفوا معاه علاش نتيا ما توقفيش مع بلادك بلادي واش دارت لي بلادي لي شوهتني واش بولاد بلادي اللي داروا فيا حاجه وهضروا فيا حاجه وشوهوني حسبي الله ما ونعم الوكيل هما اللي نوقف معاهم وشوهوه بزاف بني ادم هادو اللي نوقف معاهم نتوما كيشوهتوني باللي انا سوا ديزون ساخيطه قلتوها ومحشبتوش ولاو الناس دوك اللي ما يعرفونيش يبوس دي كيسيون دنيا سي بيان دوماج كو تو اي كوم سا هادي ما توجعش في القلب علاش نتوما اللي خليتو الناس تقسيني هاد لا كيسيون حسبي الله ونعم الوكيل وحسبي الله ونعم الوكيل والشح واش راهي صرا فيكم الشح يوم علينا ويوم عليكم من هضرتها فهمت بلي عندها بروبليم مع كيكوزا دي زالجيريان ولا جو سي با انا جيريان كومبري شي المشكله اللي كاينه معاهم الوغ كو عندك مشكله مع هاد الناس خرجي هرم ديريكت مو قال انت وانت 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 ولا انت وانت لا جو سي با انايا ضريتوني درتولي حقرتوني مانيش عارف بصح ماشي تعمي تقولي كاع لي زالجيريان الجزائر ما عندها ما دارت لك والشي اللي راه صاري في الجزائر الله يعاقب والله يحاسب اللي كان سبب في هاد الشيء هذا الوغ كو انت باش تجي تجوجي انت شكون عبد بوال انت شكون باش تجي تجوجي وتقولي شح فيكم هاد الشيء اللي راه صاري كاع كما قالك حاجه من ربي ولا حاجة من عبد إلا كانت حاجة من ربي الحمد لله وقابلين بها ولا كانت حاجة من عبد الله يحاسب اللي كان سبه زعما كي راكي ديري دي فيديو كيما هكا وشح فيكم وتستشفي في ولاد بلادك وتستشفي اصلا شغل الحاجة عيب باش نقول تستشفي في ولاد بلادك باسكو انت ماكش من البلاد هذه اصلا ماكش من البلاد هذه اللي فري لي زالجيريا والجزائر عندها ولادها عندها بناتها اللي راهم واقفين معاها واللي راهم رافدينها تي اكوا ساسير كي راكي تهضري ولا كلب قاعدين بحدا ما كان الوغ كو ليكيب الله يهدي كاع الناس والله يخلص في اللي كان سبه والله يخلي لنا بلادنا ان شاء الله وتحيه الجزائر السلام عليكم